إنه المونديال 22 في تاريخ كأس العالم، والذي يتوافق رقمه مع العام 22 بعد 2000، ليسجل التاريخ الرياضي أبرز أحداثه وأكبرها في دولة قطر. كأس العالم، ذلك البريق المتألق الذي يتنامى إلى أذهاننا قبل أعيننا، فتتوق إلى اقتحام عالمه وجمالياته لنعيش تفاصيله. هذا الشعور الرائع والحلم الساحر يتحقق واقعا ملموسا على أرض قطر. اجتمعنا وصوتكم معانا والكل سمعنا والوعد قطرنا اليوم قطرنا اليوم قطرنا اليوم قطرنا اليوم قطرنا. يستوعب الملعب 85,000 مشجع، تتوزع مدرجاتهم بشكل منظم في 3 طوابق دائرية متماشية مع التصميم الكروي. مددت من تحتها منافذ لتبريد هواء الملعب ليضمن مناخا مريحا ومعتدلا يحافظ عليها التصميم المغلق لملعب كأس العالم. أنت في الملعب المونديالي لكأس العالم، تعيش الإثارة الكروية في قلب الكأس الذهبي. عملنا على أن يلتقي الماضي بالحاضر في هذا المجسم العصري، ففي عمق الملعب المونديالي الكروي نسبر أغوار التاريخ لهذا المونديال العالمي. ففي أسفل هذا الملعب ملعب آخر ليجسد لنا متحفا أولمبيا ينفرد في فكرته وتصميمه، حيث يتيح لرواده معرفة تاريخ وأحداث كأس العالم عبر حقابه الزمنية الماضية والحاضرة واللاحقة. فمع تقنية الهولوغرام تتجسد لك ملامحهم الحقيقية، وستعيش اللحظات المثيرة في كأس العالم عبر تفاصيل فنونهم وكأنك بينهم، لتقترب أكثر من لمساتهم الإبداعية أو بعض حركاتهم التي سجلت لهم في تاريخ المونديال. يحوي هذا المتحف عددا من الصالات الحاضنة لتاريخ كأس العالم، كصالة الأثريات وصالة قطر الرياضية. وصالة فيفا، بوابتكم إلى التاريخ الكروي. سيكون هذا المتحف متاحا لزيارته خلال وبعد المونديال، ومعلما سياحيا عالميا لكل عشاق كرة القدم. دخولك إلى هذا المتحف يعني دخولك إلى عمق التاريخ في أجواء صممت كي تعطيك الرؤية الحقيقية الكاملة عبر تصميم فكرة السقف الذي يجعل للنظر والشعور مداهما الواسع للإحساس الحقيقي بالملعب الرياضي من خلال فتح آلي تدريجي لسقف الصالة التي تحمل أرضية الملعب الحقيقية، لينتقل بالزائر من الأعماق إلى الآفاق ويتذوق متعة الخيال الواسع بوجوده داخل كأس العالم.
معانا والكل سمعنا والوعد قطرنا اليوم قطرنا اليوم قطرنا اليوم قطرنا اليوم قطرنا. عندما تسمو إلى العلياء لتعاين هذا المجسم الكروي النفيس تظهر لك ملامح الملعب الأولمبي. هذا هو ملعب كأس العالم، شكله الخارجي الواضح للعيان يسحرك أينما يكون موقعك ومن أي ارتفاع كنت، فهو تحفة فنية صمم ليكون أخاذا لرواده. وتاريخا كرويا عريقا عالميا في سجل دولة قطر.